السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم ألف عافية أخوان. يوم جديد، موضوع جديد، مغامرة جديدة بإذن الله. طيب قبل نبلش بأي كلمة نكسب الصلاة على حبيب سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. حابب تحط لنا لايك على المقطع مش مشكلة، مش حابب شيء برجع لك. أخوان غبنا عنكم يعني غيبة مش طويلة بل أبعد من الطويلة يعني للأمانة. الموضوع كان مش بايدي بصراحه، لان اول شيء برمضان كان والله شغلي شوي متعب وطويل، فما في مجال اني اطلع اصور او اروح او اجي. حاولت قدر الامكان ما زبط معي الموضوع. قلنا ما بدنا نقطعكم بتاتا، جناكم فيديو اليوم على السطح هون، على السطح القديم الالاء قاعد. طبعا اليوم اخوان هوا جدا قوي، احب اوجه تحيه لكل واحد بيحضر هذا الفيديو وبنقول له جد زمان عنا، زمان عنك. عادي اكتب لنا بالتعليقات زمان عنك، زمان عنك عن جد. يعني بطلع على اخر فيديو انا منزله قبل شهر ونص او شهر، لا شهر نزلت بعد فيديو. هيجيك يهودي على اني بعيد، اليهودي الاحمر. وايش رايح هناك؟ بروح بفتح. اخوان جدا هوا قوي اليوم، يعني قاعد على السطح. قلنا شوي انا بشوف الحمامات. طبعا هوا ايه؟ هم انت مخفف منهم كثير. طبعا هو طلع ترى كبير من الحمام رامي. لا فوق الثلاث سنين خلاص. عن جد. طلع. استنى بديش صوت لو يطلع. المايك مش معي عشان ايش؟ احنا عارفين انه هسه حيطلع صوت ضجي، هاي البندوق الابيض كمان اجى فات معه. الجو شمس وحلو بس ايش الهواء؟ والله الهواء قوي قوي يعني. وين؟ انه مزور اسفل. طلع كيف الحمام انت الهواء برميها لورا، تيجي هون على الرفصه بتقدرش. طبعا اليوم يوم جمعه يعني يوم عطله، اغلب الناس يوم الجمعه بتكون كش يعني على الاسطح. ليش؟ يعني بعد الصلاه، احنا هسه طبعا بعد صلاه الظهر، بعد الصلاه الواحد شو بده يعمل؟ بده يطلع يقعد على السطح يشوف الحمامات كذا. فبتلاقي يا اخوان اغلب اي مربي بده يضيع طير جديد، متى بضيع؟ اي يوم على يوم الجمعه بضله قاعد جنب الطير الجديد، افكه ما افكوش، اوديه اروح فيه اطلع فيه ما اطلعش فيه، هوب لهم ضيعه. فبتلاقي يا اخوان دائما يوم الجمعه ناس بتصيد وناس بتضيع. ايش هو؟ شو صدت؟ تعال شوف شو صايد على هذا اللي بالزاوية. طبعا هذا الابيض القوي تاعنا اعطيناه لصاحبنا الزعبي بالسلط من القوية اعطيناه. يا اخوان هذا البلدي الابيض رجع مشكول. هذا البلدي الابيض اقول لكم قصته. هسه علاء شالوا لي قصة واحدة بفندق بالحمام. فالطير لما يجي يقعد يفندق وكذا حاول معه اكثر من مرة ما زبطش اموره، راح نفاوين على السلط. طبعا صاحبنا الزعبي بنوجه له احلى تحيه وبنقول له شكرا لانك شاكله بجناح واحد، شاكله بجناح واحد بس. كمان الزعبي اجى مروح من الصلد. وين الزعبي؟ تعال يا زعبي. هي الزلمه اجى هو الطير بعدين. احنا قاعدين بنصور فيديو يا زعبي، بنقول لهم على البلد الابيض امانه الله تعالى. هذا من وين روح؟ جناح واحد. ها؟ كان مشكول. طب كيف فز معك؟ كيف الطريقة؟ سحبه ضلوا رايح. والله لا والله ما انصدمت منه انت؟ فخلص بده يرجع ياخذه هسه، بده حضنه بيض عنده. يعني هو اجى من السلط وانا زيارة عندنا وصار ايش؟ بده ياخذه يرجع يحضنه بيض. هذا يا اخوان مين ذاكره؟ هات اشوف. هذاك البولندي الازرق كان على السطح لما بين الحمام جبناه هون. وهذا يا اخوان المخلف المزهور اللي ذاكرين اللي ذاكروا كان بواقي الثلاثة يخلف. طبعا على ايش؟ مسحبه عشان يقعدوا هون. وبرضه هاي الطيرة اللي كانت على السطح برضه عندي، هاي كنا زقينا طلعنا منها فراخ. هذا الصيد والملح القديم. وفي عندكم هاي طيرة بلجيكية. الزقات ايش بنصور؟ اسمع يا اخوان علاء مجمع كم جوز مجمع علاء؟ 14 قديش 13 ايش زي هيك؟ 10 11 12 جوز. طيب يا اخوان بنفرجيكم شو مجمع علاء على سك الباب. 12 جوز
12 جوز بس بنصور لهم حلقه ثانيه بنفسي اخوان احنا ايش نقطعكم خلينا نصور لكم حلقه ثانيه على الزقه طبعا عشان هوا قوي طلع شو عامل علاء بالجن الزوبي قاعد ايش بيكتشف بالجواز من وراي حجاب هاي البندق الابيض طايل لحاله شيلت منه انت شايل كثير يا حبايب الزوبي الحاله اخذ 10 وشوق على مصر اخذ 5 شوق برضه صدر كم من طير على مصر بس تعرف تجديد الدم والله كويس على منيح مجدد الدم وهسه برضه يعني مجمع جواز برضه بطلع ان شاء الله فراخ يعني فراخ وبكرشهم هون ظلهم فراخ سطح طبعا مجمع تشكيله يعني قاعد انت بتحكي في شيء اللهم صل على سيدنا محمد عساكر في شيء الوان في جوز الوان انا عجبوني في جوز الوان انا عجبوني هذا المزاور مشي لك صح لك ولا مشي لك ها مش مزهور جاي مع الحريفه رايح بس اسمع هذا على فكره اكثر من مره اجى هون طلع كيف غزل لتحت رجع اي رجع على هاي شايفه بس مش راضي يفوت مع الحمام ولا ايش بوجهه وين راح هي عند الجامع صار بطنه ابيض يعني مش مزهور شكله معقول سكسفوني هسه قرر شوف مسرول مش مسرول اسمع عليم الله تعرف شو هذا شكله لا مزهور اسمع لا مزهور ولا سكسفوني منقاره طويل كثير يا زلمه طلع عليه هسه بقرب بس قرب يا حبيبي والله جيت عند الدار طلع منقاره على ما عمص من الشمس تعمص نزل تحت ها لسه بس يرجع اذا رجع وين راح هي هي شايفه رجع رجع بقول لك طلع طلع سمس يجي طلع وجهه ايش بس ايش هذا راس لي اسود هذا معلم مروح هذا اتوقع شيء انه يجي يفوت بالحمام بس الهواء قاعد الهواء قاعد بقلب الحمام لورا فحتى الطيل اللي مزور ذاك اي تحت قاعد بيلعب لعب تحت اي صار تحت شايفه يجي جاي على الواطي جاي على الواطي مش راوي لازم الهواء برمي رمي بس شكله صغير يعني مش كبير يعني شكله فرخ او شيء هو حبته قليله جاي طيب بيلعب غاد اي صار طلع البندوق انت زي الهليكوبتر قاعد بطير مع الهواء دوق زي الهليكوبتر الهواء قاعد بشيل فيه شيء الحزين وين راح؟ اختفى المزهور ابصر وين راح؟ هاي ثلاث بلديات هاي البندوق اختفى على هسه برجع شوف في حمام هون ضل شيء جوا ما ضلش طلب لما اثنين يفندقوا طلع شو بيعمل وينه؟ والله يا جاي 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 فوق راسي جاي حق الحمام اسمع بس هذا رد علي بحط الحمام حطت فوجه وبحط خلي شوي نشوف خلي بركي حطتنا الحمام بركي حطتنا صار تحت سحل سحل تحت يا حبيبي وين صار؟ وين كيف على طيران البندوق انا معلق فوق السطح طلع هي معلق 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 حجمه كبير يا اخوان برضه الحمام في منها يعني في ريش وقع يعني شو ريش وقع يعني هسه لما يصير يحمى الجو احنا نفوت قاعدين بالبروك هسه في ناس في الوقت الحالي حمامها طلبت بروك يعني احنا بشهر 5 في ناس حمامها فعليا طلبت بروك حسب المنطقه وحسب الحمام وحسب كيف كان مبركها قبل بسنه هسه والله شهر 6 اغلب الحمام بتبلش ايش خلص ترمي فبتلاقي صعب يعني طلع مثلا اذا بتفوت جوا الخشه بتلاقي في اشي برمي يعني هي ريشه انت الخشه منظف صار ما منظف يعني قبل كان في ريش فبتلاقي احيانا الطير فاقد البندوق فاقد كم من ريش بتلاقيه صعب يطير مده بالجو هذا بالهواء هي الطاطر كيف راح 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 سحب زهق
هاي البندق جاي على الواطن مزور، وين راح تعرف ايش؟ هاي جاي جاي جاي, جاي على شايف المزور وينه؟ هاي جاي جاي. الحمام لو تحطه في وجهه بحط. لا هسه جيب البندوق يحط بس انت. راح يمين هيك، شفته راح هيك اخر مرة. يلا. الهواء هسه الله يعلم كيف الهواء. مع الفيديو حيث شوربة. يا بدور على الطرف بس ملكي. بس البندوق بحط. ارجع شوي البندوق بحط لحاله هسه تعب تعب استوى. خليها هسه صديق تحط. صونكم اياها. طبعا شوف جاي. طلع كيف المحط مع الهواء. ما قدرتش تحط كلها حرام مع بعض. الهواء بسحب فيهم سحب. بس بخليك تتجلى على فرصة. بس بخليك جد تتجلى. صبرك علي. هات نشوف. الامازون الاحمر ما شاء الله. بندوق الابيض وينه؟ هاي جنب الامازون طلع. بندوق حتى يعني موقع ريف. طلع صفيره مش كاملات. انجليزي. الو. والله يا اخوان هذا ذكرينه. هذا جبت العلايك كشه عنده. هذا فرخي على السطح لما طلع وانصاد ورد رجع عندي. مخلف نزعناه هون على طيارة هبلناه هبل. ايش هو؟ ايش هذا ربوش ولا ايش هذا؟ لا هو نفسه ولا لا؟ شمير يا الله. وين باقي؟ عن جد وين باقي هذا؟ مش عارف يحطي على طيب لحقوه كلهم. فكروه غريب. طلع طاقي في لعقوه. عجبوا عليه. يا اخوان هذا سنة علاء بنقول لهم قصة اسطنبولي. سوين راح. في اسطنبولي الاسود هذا فرخ. بواقي الخمسة كذا. انا بقول له علاء طيارة. بقول يا زلمة تفائل بالخير. بركي طلع فحل. قلت له خلص يا سيدي. سيدي بنقول لك عليه انه فحل. اول ما قربت الحمام فزت. تعلق بالسماء تحس حالك كاشش لوت. جو اسطوري. المغبر نزل. ايه بتحطش معي بعدين هون انت تنساش المنطقه مكشوفه يا زعبي. بغلب المحط سطح عالي. انت قلب لا يحط طلع. يعني بسحل هسه ايش بلحقش. شايف كيف كشكي ملحقش سحل. انا بقول له طيره فارغ. طبعا هذا لسه طلع يا اخي جوهم مليون. الحمام لما تكون تهوي زي هيك يا المزهور والله اصفر كمان جاي. طبعا ان شاء الله يا اخوان حصور لكم الزقات ولا قدام عشان ما نقطعكم برضو. ايش بنصور لكم؟ اللهم صل على سيدنا محمد. بقول لهم هذا انا بحكي لعلاء طيره. علاء اخي ايش بقول لي؟ تفائل بالخير. ايش تجدوه. صور لكم الزقات. صور لكم ان شاء الله اذا طلع فراخ لقدام مش راح نقطعكم. حكوا علي لكل واحد قطعناه. اللهم صل على سيدنا محمد. ان شاء الله ان شاء الله يعني ما نقطعكم ونضلنا نطلطل عليكم دائما. علاء الملحة ليش مش نطلع معها؟ وبينه وبينك طلع والله هو قوي برمي بالحم. هاي الاسود هذا اللي مرق المراسلي. ايوه ماله؟ طيب ماتت الطيارة. هاي المراسل الاسود يا علاء شايفه هي جاي حاطط. ايوه
بالاخر مقاعد مش قادر. اسمع اذا ما الحمام نفسه مش قادر تحط جاي هيك وجيته ماخذ طير وزقيته حطيته مكان العكسي. زقوا هسا؟ هسا هذا الاخوان اللي بحكي عنه الفحل الصاد وزقوا على الطيره. انا نفسي مش عارف شو بصراحه ما شفتوش. انا شفت الزقات هسا بنصور لكم كمان حلقه بلجيك نزوقها جاي. بنصور لكم كمان حلقه نشوف الزقات شو مزقزق. بس شوف في جوز الوان انا عجبوني. اسطنبوليه تحكوش لحدا هو مصر انه فحل. هو مش مصر حرام نفسه يطلع فحل. ان شاء الله يطلع فحل. طلعوا يا عمك برميها. هذا اليهودي كان قبل شوي داشر يعني راح ابصر وين راح لحاله. لما قلت له لا في يهودي احمر جاي طلع هو الشاب البستوني. هاي الاسود مغيره. على هاي الاسود مغيره والله لسه بالاخر. هي شايف على الشمال هي تحت. بندق الابيض تاعك وين؟ هذا اللي تحت يقطع شره. بيلعب عن جد. اليوم هسه بس يحطه ونكمل. في نوري اصفر بيجي فوق الرفصه وبضلوا ايش راي. في نوري اصفر بيجي فوق الرفصه وبضلوا شو رايح. طبعا مش عارف يحط من الهواء. وين راح على؟ غلاها؟ زي ما بقول لك زي ما بقول لنا هاي النوري على الجبل طلعنا له فوق الرفصه. الله يعطيك العافيه. متصور لحقوا وين؟ شكرا. رصفه. الجبل. وين راح؟ لا 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 المراقبه بتاعتك تعبان. احنا موكلينك بالموضوع هذا على الفاضي طلعت. بسم الله خيو اخر الدنيا هو على الرفصه. عن جد هذا ايش انجليزي هذا؟ هذا الانجليزي. وين المزاور؟ هي رجع المزاور. طيب المزاور هي رجع صحيح هي على الرفصه. استنى شوي وين النوري؟ هي بالواد. هي بالواد انت ما ناخذش منك انت اوردرات. وينه؟ طلع هيك بالواد. هي شايف الواد؟ لا يا زلمه. وين البس؟ شفته 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 تحت تحت. استنى شوي يا اخوان شايفينه هي شايف. معقول هذا هو؟ والله العظيم هي نور اسفه مش شايفه؟ لا مش شايفه انا. شو شايف؟ حط الطنك. وين؟ ايش كويس المراقبه بتاعته؟ ما عاد تحزلوش هسه بتلاقي معلم النوري فوق راسنا بيطلع شيء ثاني هذا. متاكد؟ معتمدين عليك بالموضوع. المزاور ضيعوا. قول شيخ انا اتخبى جوا. انا اتخبى جوا. بس انت شوف اذا هو النوري وين نزل. نزل تحت على الواد تحت تحت. قال لك فوق على الجبل في هواء. ايه لا لا مش فرخ لا منيح. او فرخ جد كان حاطه. لا منيح والله. كيف الدنيا يا حبيبي. الصوت الصوت نهاية البرداي. تخبر شايفين؟ ركب بتعمل قاعد. تركب تركب. هي علاء قاعد بقول لي شو هذا الابيض؟ طلع الطيارة. كثير حلو. خلنا نشوف. حنطير 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 حنطير. طارت القهوة طارت الدنيا كلها. كل شيء طار للحمام. طبعا يا اخوان الهواء طيرنا. فبدنا ننزل تحت. الشباب بده يرقلوا قطر الحمام طمن راسه من الهواء. الطار خلص عليك كل خلص طار باقي الهواء حجر كرو من ايدي والله. طيب ايه بكون وصلنا لنهايه حلقتنا. كنا نصور الزقات ونعمل لكم حلقه ثانيه بس يبدو انه عن جد بكره بكره نصور الزق ولقدام نصور الفلاك اللي بتطلع وفرش. هاي الخشه فيها مفاجاه والله. هاي الخشه اخوان اللي اصور لكم اياها تحت صوت الهواء قوي. هاي الخشة بدون ما حدا يشوف انه جد جد في ايش مرتب على المكتب.
شيء انتم بتعرفوه، لكل واحد متابعنا مرق عليه كثير، كمان مرق عليه اللي فيها كثير كثير مرق عليه. الحمام متحط، ننزل شوي تحت لانه خلاص الهواء كثير قوي صار. نص الحمام وين النص الثاني؟ يا الله صار الزاوية لابد. والله ماني شايف انا. يا رب سلابد. والله كثير خففت منه. الله احسن لك. ان شاء الله السنة الجاية. اسمع خلص اعتمد انت على الفراخ. بس هذول فين مالك؟ اسمع وانت منيح انك خففت على الخشش بتضلها فاضيه، انت هسه مؤاخذه في عندك خشتين ثلاث فاضيات بصير تفصل فراخ انت فيها ثلاث خشش. ايوه ثلاث خشش بس، لا امراض ولا شيء ان شاء الله. تفرشهم تجردهم على هذا بصير ايش؟ معلم دم جديد. هسه هذول كلهم اندزوا اصلا عشان انتم يا اخوان تكونوا بالصوره، مش يعني فيش بدك تشيل منهم قديش خمس ستة ما اندزوا علاء من هذول؟ سلام مزروني البندور. بس الاشياء زي هيك، الباقي كله اندز يعني هاي قوية، هاي قوية قوية. فبتكرش عليها بتجبرد عليها بتطلع على السطح مخاليف اشي مرتب مرتب مرتب. هاي بطير فيها. قوي. هاي بطير فيها. مخه حلو هاي هاي. هذا اخوان في حلقه صورتها هذا انصاد كان دينا شتاء او شيء زي هيك صح؟ شتاء مره مفاجأة. ايوه كان دينا شتاء الله متذكره. يعني كنا وصلنا حلقتنا اليوم حلقه ما بعد غياب، ما بعد غياب طويل. بنشوفكم على خير في حلقه جديده سواء كانت هون او سواء بزياره عند مربي. يعطيكم الف عافيه، السلام عليكم.